يعنينا من قريب ولا من بعيد، فإن أرادوا الحوار الحقيقي فإنهم لا بد لهم من الجلوس مع التنسيقية الموحدة لهذه. لا يمكن أن تنطلي علينا المرة ولا يلده الأستاذ والأستاذة مرة من الجحر مرتين. رسالة فقط نوجهها للآباء وللأمهات ولأبنائنا وفلذات أكبادنا التلاميذ. عذرا أبنائي، نحن أجبرنا على هذه المعركة لأن مكاننا الطبيعي هو أن نتواجد معكم في الحجرات الدراسية، لكن للأسف نحن أجبرنا على هذا الإضراب. أجبرنا على هذا الإضراب لماذا؟ لأننا ندافع عن هذه المدرسة العمومية، لأننا ندافع عن مستقبلكم، نريدكم أن تعيشوا بكرامة وعز داخل هذه المدارس، ولكي تبنوا مستقبلكم فإننا اليوم نناضل من أجل بناء مستقبل تكون فيه العدالة وتكون فيه الكرامة هي الشعارات. نحن لما خرجنا إلى الشارع وكنا في هذه الحركات الاحتجاجية إنما نسعى كذلك كما قلت سابقا إلى أن نعيد الاعتبار لهذه المدرسة التي أرادت الدولة الآن أن تحولها إلى ضيعة وأن تحولها إلى مقاولة. الذين يقولون ويقولون بتغليب مصلحة التلميذ، نقول لهم الآن نحن في الأسبوع الثالث من الإضرابات، أين هي حلولكم؟ أنتم من يتحملوا المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، أنتم من أخرجتم التلميذ بهذه القرارات المجحفة من حجرات الدرس، أنتم من أخرج التلميذ لأنكم أهنتم رمزه وأهنتم قدوته. كيف للتلميذ يمكن له الآن أن يعود إلى مدرسته وهو يرى أستاذه ويرى قدوته يهان بهذه الطريقة؟ ولذلك من خلال هذا نحمل الدولة هذه المسؤولية وندعوها مرة أخرى إلى التعقل. وتحياتي. بطبيعة الحال معركتنا الحالية هي معركة ما جاتش من فراغ، بل نتيجة لتراكمات اللي استمرت على مدى سنوات ديال تراجعات خطيرة في يعني في المراسيم وفي القوانين اللي كتنظم يعني هذا القطاع. أبرزها بطبيعة الحال كان فرض نظام التعاقد وما وقع أيضا في التقاعد، يعني تراجعات خطيرة جدا، وتوجت للأسف في آخر المطاف بالنظام الأساسي التراجعي والخطير جدا اللي كيضرب في العمق يعني الكرامة ديال الشغيلة التعليمية، ويعني ويدخلنا في عهود ديال الحجر وديال العبودية والاستعباد، يعني بمنطق الجزر للأسف ومنطق يعني منطق يعني التخوين والزجر، ويعني اعتبار الأستاذ كما لو كان هو ذاك الحيط القصور اللي كيتحمل كل المسؤولية في التراجعات اللي واقعة في التعليم، وحنا في آخر المطاف لسنا إلا منفذين لقرارات فوقية للأسف تأتينا دون استشارة لا من قريب ولا من بعيد. ومن هذا المنبر بطبيعة الحال الخطاب كان موجه للتلاميذ ديالنا اللي عندنا معاهم علاقة جد متميزة، يعني والأسر، لأننا احنا جزء لا يتجزأ من هذه الأسر. فبطبيعة الحال المعركة هي مفترض أنها معركة الأسرة المغربية، لأن هذه التراجعات راه كتقيس في العمق الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية، والأكثر من ذلك أن هناك مشروع يعني بدأ تنفيذه من سنوات والآن هي الضربة الأخيرة وهي ضرب المدرسة العمومية، وبالتالي يعني تشجيع القطاع الخاص وبالتالي نبذ أبناء الطبقات الشعبية من تعليم ديمقراطي حقيقي يعني يحقق الكرامة لهذا الشعب لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد. ولذلك رجاء، وهذه توصية من المجلس الوطني، كما تعلمون نحن الآن داخل مجلس الإقليمي لأكادير، إذا وتنا هناك مجموعة من المؤسسات لا في الابتدائي ولا في الإعدادي ولا في الثاني لم تستكمل بعد هيكلتها، فمن هذا المنطلق أدعو